قعدت الرسالة حتى وقت اللي طلعت على التليفون غصيت ما قدرت كفي الحكي. أهالي بدت عن شيء تكسر وناشدونا إيصال المساعدات والأدوية. حفل مواصلنا المنطقة الوظيفية. وناشد من أهالي ياطر إيصال المساعدات والمواد الطبية. مشتاقة لك كثير بروح على البيت بلاقيها نايمة. بحطها هيك بخدني ويا إذا بده ينزل أي شيء صار أنا وياها سوا. ما يضل حدا يعني يبقى ينهر على التاني. إيه فتركنا البيت على أساس ساعتين وبنرجع. اكتشفنا إنه حيصير فينا مثل فلسطين يعني. وأخذنا معنا المفاتيح بس المفاتيح بقيت معنا. حاولنا نرجع نجيب براد أو أشياء هيك ضرورية. لقينا الخطر أكبر من إنه تعملوا هذا الريسك وتفوتوا. فقلنا هول الأشياء بنقدر نشتريهم يعني. والبيت كل يوم بيجيني خبر عنه يعني راح لا عم يحترق لا. يعني إذا ما راح هلا بروح بكره ما عادت مشكلة يعني المهم إنه نحن نضل يعني. كانت المقاومة من إطلاق أكثر من 70 صاروخا استهدفت الجليل الأعلى وكرمائيل ونهرية وطبرية وصفد وحيفا التي لم تغب عنها صفارة الإنذار. الصمايا كان عددنا